انا عملت ايه؟ ما تشيلش هم انت. انا كلمت واحد حبيبي، كلم واحد حبيبه، حبيبه ده طلع بيحبني قوي. يحبك ايه يا بسوني بس؟ وايه الهبل اللي انت بتقوله؟ اذا كان انا قريبك ومش بحبك اصلا. انت على الراجل، الراجل مش حامل نرفزه يروح فيها. هو بينرفزني يا جميل، ما انت شايف يعني. وبعدين حبيبك ايه؟ ده انا سامعك بقالك ساعه في التليفون بتفكره بنفسك. المهم الراجل وصلني بالمعلم كمال ابو ريشه. كمال ابو ريشه ده اهم تاجر بط فيك يا فيوم، بيعرف ذكر البط اللي خارج او نتايه البط اللي خارجه، ومتزغطه ايه، فول ولا ذره ولا عيش مبلول. مبلول؟ عيش مبلول، كفايه كده. المهم انه هيوصلنا للبطه اللي احنا عايزينها. ايه رايك يا جميل؟ خليك ورا بسيوني لحد ما بالعشاء. ماشي ماشي يا بيسو. كفر الزعفراني احسن واحد تاخد منه اسعار بط في مصر. يلا بينا فورا على كفر الزعفراني نسبقهم قبل ما يوصلوا هناك. بس في مصيبه سودا يا مصوبي. ايه الجزر ده كله هنسيبه لمين يا ابني؟ ما تضيعش تعبي هدر بقى. شوشت بعد اذنك، ممكن تكلم لنا عمو بسيوني يسال كمال ابو ريشه ده عنده حمام ولا لا؟ لحسن محزوق قوي. يلا ساعدوني، يلا الله يرضى عليك يا عم. يلا محزوق يا هموت فيها. معلش يا شي، مستني هنا وهنبقى نرجع لك. ها يلا يلا يا يلا بسرعه بسرعه. افتحي 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 افتح معاها. استنوني بقى. هاي بسرعة بسرعة. شيمو ما تكمل، مالك رجعت ليه؟ ولا نسيت حاجة ولا ايه؟ انا نسيت اقولك، فعلا نسيت اقولك ان انتي هتشاركي معانا بدور في المهمة المرة دي. بجد يا مزعطعتني معاكم. انا ما قلتش هلعبك، انا قلت هتشاركي معانا في دور كده، هو مش دور بطوله بس هو دور مهم جدا في الاحداث، يعني هو مؤثر جدا، هو اللي بيزق الاحداث لقدام. مش مهم، المهم قولي دور ايه. انت هتلعبي دور سواق المهمه، يعني انت اللي هتوصلينا في كل حته. مش مشكله، سواق سواق، بس قولي هيبقى نصيبي كام من ال 700,000؟ والله حسب العداد او حسب المشوار، وهنصص في البنزين. موافقه؟ موافقه طبعا. يلا بينا يلا.